بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. قال الإمام الشافعي رحمه الله: قال: ففيما وصفت من سنة رسول الله ثم ما أجمع المسلمون عليه منه دلالة على فرق بين الشهادة والخبر والحكم. ألا ترى أن قضاء القاضي على الرجل للرجل إنما هو خبر يخبر به عن بينة تثبت عنده، أو إقرار من خصم به أقر عنده وأنفذ الحكم فيه، فلما كان يلزمه بخبره أن ينفذه بعلمه كان في معنى المخبر بحلال وحرام قد لزمه أن يحله ويحرمه بما شهد منه. يقول حكم الحاكم نوع من الأخبار الملزمة لأنه خبر عن علم حصل له بسبب البينات والشهادة أو الاعتراف أو الإقرار، فمثله ما كان من خبر في معنى الحلال والحرام. قال: ولو كان القاضي أن قضاء القاضي على الرجل للرجل لرجل آخر، ما قلت إيه؟ قضاء الرجل على الرجل، قضاء القاضي على الرجل للرجل لرجل آخر يعني غيره، إنما هو خبر يخبر به عن بينة تثبت عنده. يعني هو بيقول بعد ما اطلع على البينات القاضي حكم بأن هذا الرجل عليه كذا، عليه 1000 جنيه لهذا الرجل، إما ببينة لرجل آخر، يعني إما ببينة أو باعتراف أو بأي طريق آخر. هذا الحكم من القاضي خبر، وخبر واحد أنفذ به الحكم ليلزمه لأنه علم ذلك بناء على البيانات أو الاعتراف أو الإقرار يعني. فكذلك فيما كان متعلقا بالتحليل والتحريم يكفي فيه خبر واحد. ولو كان القاضي المخبر عن شهود شهدوا عنده على رجل لم يحاكم إليه أو إقرار من خصم لا يلزمه أن يحكم به، لمعنى أن لم يخاصم إليه أو أنه ممن يخاصم إلى غيره، فحكم بينه وبين خصمه ما يلزم شاهدا يشهد على رجل أن يأخذ منه ما شهد به عليه لمن شهد له به، كان في معنى شاهد عند غيره، فلم يقبل قاضيا كان أو غيره إلا بشاهد معه، كما لو شهد عند غيره لم يقبله إلا بشاهد وطلب معه غيره، ولم يكن لغيره إذا كان شاهدا أن ينفذ شهادته وحده. عايز يقول إن هذا الكلام في تفاوت ما بين أنواع الأخبار وبين الشهادات. هذا القاضي إذا كان هناك شهود شهدوا عنده على رجل لم يحاكم إليه أو إقرار من خصم لا يلزمه أن يحكم به، لمعنى أن لم يخاصم إليه، لسه المتهم ده لم يحضر أمامه، أو أنه ممن يخاصم إلى غيره، يبقى لما يأتي عند هذا القاضي الآخر الشهود يلزمه أن يحكم الذي يحاكم إليه، الذي يحاكم عنده الرجل يلزمه أن يسمع الشهود ويحكم بهم. القاضي نفسه لو جاء هيبقى كشاهد، إذا جاءك عند يحاكم إلى غيره يصبح هذا القاضي شاهدا عند القاضي الآخر. فهذه التفاوت ما بين الأخبار والشهادات. أخبرنا سفيان وعبد الوهاب عن يحيى بن سعيد عن سعيد المسيب أن عمر بن الخطاب قضى في الإبهام بخمس عشرة، وفي التي تليها بعشر، وفي الوسطى بعشر، وفي التي تلي الخنصر بتسعة، وفي الخنصر بست. قال الشافعي: لما كان معروفا والله أعلم عند عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في اليد بخمسين، وكانت اليد خمسة أطراف مختلفة الجمال والمنافع، نزلها منازلها، فحكم لكل واحد من الأطراف بقدره من دية الكف، فهذا قياس على الخبر. فلما وجدنا كتاب آل عمرو بن حزم فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وفي كل إصبع
مما هنالك عشر من الإبل صاروا إليه. فهذا الكلام يدل على أنهم تركوا رأيهم وتركوا القياس لما علموا حديث النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: ولم يقبلوا كتاب آل عمرو بن حزم والله أعلم حتى يثبت لهم أنه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشافعي مثل هذا الكلام في اختلاف الحديث. يقول الإمام الشيخ أحمد شاكر: وأما كتاب آل عمرو بن حزم فإنه كتاب جليل كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لأهل اليمن وأرسله مع عمرو بن حزم، ثم وجد عند بعض آله رووه عنه وأخذه الناس عنهم، وقد تكلم العلماء طويلا في اتصال إسناده وانقطاعه، والراجح الصحيح عندنا أنه متصل صحيح، وقد أوضحت ذلك في حواشي بعض الكتب، وساقه الحاكم مطولا في المستدرك وصححه، ونقله عنه السيوطي في الدر المنثور، وروى العلماء فقرات منه في أبواب مختلفة من كتب الحديث وغيرها، الله أعلم. وهذا الكلام عند عامة أهل العلم يعتمدون على كتاب آل عمرو بن حزم في الديات وفي غيرها، يعلمون أنه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى أي الأحوال حتى من يراه مرسلا فهناك شواهد تعضده، والله أعلم. كتاب آل عمرو بن حزم ده الذي فيه أنه لا يمس القرآن إلا طاهر، لذلك الحديث حديث مع كونه مرسل من جهات أخرى، هذا الكتاب يؤكد صحة هذا الحديث. هنا الشاهد أن عمر رضي الله عنه قضى بتفاوت ما بين الأصابع لما لم يكن يعلم الحديث الثابت في ذلك، فلما علموا الحديث تركوا قول عمر رضي الله عنه ورجعوا إلى الحديث الثابت. وفي الحديث دلالتان، قال الشافعي: وفي الحديث دلالتان، أحدهما قبول الخبر، والآخر أن يقبل الخبر في الوقت الذي يثبت فيه وإن لم يمضي عمل من الأئمة بمثل الخبر الذي قبلوا. وهذا الأمر الذي قاله الشافعي هو الصحيح ما لم يكن إجماعا، لأن الأمة لا تجمع على باطل ولا على ضلالة، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خلفهم وخذلهم حتى تقوم الساعة. أما مجرد عدم العلم بعمل من تقدم فلا يترك الحديث من أجله، عدم العلم بعمل من تقدم لا يترك الحديث من أجله، بمجرد أن يثبت الحديث يعمل به. يقول: ودلالة على أنه لو مضى أيضا عمل من أحد من الأئمة ثم وجد خبرا عن النبي صلى الله عليه وسلم يخالف عمله لترك عمله لخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني عمر رضي الله عنه حين علم خبر الرسول صلى الله عليه وسلم ترك رأيه للخبر، وكذلك أي واحد من الأئمة الأربعة وغير الأربعة، الشافعي بيتكلم عن الأئمة السابقين عن الخلفاء وغيرهم، إذا بلغنا خبر عنهم وبلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر صحيح تركنا عملهم وقولهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: ودلالة على أن حديث رسول الله يثبت بنفسه لا بعمل غيره بعده، مستثنى من ذلك ما ذكرنا من الإجماع، لأن الإجماع يستحيل أن تترك الأمة العمل بخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. الإمام الشافعي يشير بذلك إلى مسألة عمل أهل المدينة، وأنه إذا خالف الحديث لم يلتفت إلى عمل بعض الأمة، لم يلتفت إلى عمل بعض الناس بخبر الرسول صلى الله عليه وسلم حتى ولو كانوا من الخلفاء الراشدين. العبرة بالخبر الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم على عمل الأئمة وبعض الأمة مثل أهل بلد معين. يقول: ولم يقل المسلمون قد عمل فينا عمر بخلاف هذا بين المهاجرين والأنصار، ولم تذكروا أنتم أن عندكم خلافه ولا غيركم، بل صاروا إلى ما وجب عليهم من قبول الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
وترك كل عمل خالفه. ولو بلغ عمر هذا صار إليه إن شاء الله كما صار إلى غيره فيما بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتقواه لله وتأديته الواجب عليه في اتباع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمه، وبأن ليس لأحد مع رسول الله أمر، وأن طاعة الله في اتباع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني عايز يقول إن عمر رضي الله عنه لم يبلغه هذا الحديث، وإنما بلغ من بعده فتركوا قول عمر لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل فادلني على أن عمر عمل شيئا ثم صار إلى غيره بخبر عن رسول الله، قلت فإن أوجدتكه قال ففي إيجادك إياي ذلك دليل على أمرين: أحدهما أنه قد يقول من جهة الرأي إذا لم توجد سنة، يعني أن مش كل قضاء عمر أو أبي بكر أو عثمان أو علي أو أبي بكر أو عثمان أو علي أحد الخلفاء الأربعة أو غيره إما يكون عن إيه؟ عن نص، وإنما يمكن أن يكون عن رأي واجتهاد. الآخر الأمر الثاني الذي يدل عليه هذا أن السنة إذا ولدت وجب عليه ترك عمل نفسه، ووجب على الناس ترك كل عمل ولدت السنة بخلافه، وإبطال أن السنة لا تثبت إلا بخبر بعدها. يعني لا، السنة لا تحتاج إلى أن نخبر بخبر أن الناس قد عملوا بذلك. يقول وعلم أنه لا يوهنها شيء إن خالفها. قلت أخبرنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن سيب أن عمر بن الخطاب كان يقول الدية للعاقلة ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا. القياس اقتضاه إلى ذلك، قال الدية هي التي تدفع العاقلة عن الرجل لو أصاب قتل خطأ. قال فإذا كانت الدية تورث لمن؟ للعاقلة الذين دفعوا عندما كان هو الذي عليه الخطأ. قال ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا. حتى أخبره الضحاك بن سفيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إليه أن يورث امرأة أشيم الضبابي من ديته، فرجع إليه عمر. وقد فسرت هذا الحديث قبل هذا الموضع. الدية ميراث للميت، العاقلة من باب المواساة، أما الدية فميراث للميت يورث يرثه ورثته. قال أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار وابن طاووس عن طاووس أن عمر قال أذكر الله امرأ سمع من النبي صلى الله عليه وسلم في الجنين شيئا فقال حمل ابن مالك ابن النابغة، فقال كنت بين جاريتين لي يعني ضرتين، فضربت إحداهما الأخرى بمصطح فألقت جنينا ميتا فقضى فيه رسول الله بغرة لعبد وأمه، فقال عمر لو لم أسمع فيه لقضينا بغيره. وقال غير بعض الرواة إن كدنا أن نقضي في مثل هذا برأينا. إسناد مرسل عند الشافعي وله أسانيد متصلة، حديث متصل صحيح. فقد رجع عمر عما كان يقضي به لحديث الضحاك إلى أن خالف حكم نفسه وأخبر في الجنين أنه لو لم يسمع هذا لقضى فيه بغيره، وقال إن كدنا أن نقضي في مثل هذا برأينا. قال الشافعي يخبر والله أعلم أن السنة إذا كانت موجودة بأن في النفس 100 من الإبل فلا يعد الجنين أن يكون حيا فيكون فيه 100 من الإبل أو ميتا فلا شيء فيه. القياس يقتضي يعني فلما أخبر بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه سلم له، ولم يجعل لنفسه إلا اتباعه فيما مضى بخلافه، وفيما كان رأيا منه لم يبلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيء، فلما بلغه خلاف فعله صار إلى حكم رسول الله وترك حكم نفسه، وكذلك كان في كل أمره، وكذلك يلزم الناس أن يكونوا. أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم أن عمر بن الخطاب إنما رجع بالناس عن خبر عبد الرحمن بن عوف. قال الشافعي يعني حين خرج إلى الشأم فبلغه وقوع الطاعون بها.
قال أخبرنا مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عمر ذكر المجوس فقال ما أدري كيف أصنع في أمرهم، فقال له عبد الرحمن ابن عوف أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سنوا بهم سنة أهل الكتاب، يعني في الجزية. وقال أخبرنا سفيان عن عمرو أنه سمع بجالة يقول ولم يكن عمر أخذ الجزية حتى أخبره عبد الرحمن ابن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر. قال الشافعي وكل حديث كتبته منقطعا فقد سمعته متصلا، لأن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه ومحمد بن جعفر الباقر عن عمر منقطع، يقول فقد سمعته متصلا أو مشهورا عمن روي عنه بنقل عامة من أهل العلم يعرفونه عن عامة، ولكني كرهت وضع حديث لا أتقنه حفظا وغاب عني بعض كتبي، وتحققت بما يعرفه أهل الحديث مما حفظت فاختصرت خوف طول الكتاب فأتيت ببعض ما فيه من الكفاية دون تقصي العلم في كل أمره. عايز يقول الأحاديث هنا فيها إيه؟ إرسال وفيها انقطاع، ومع ذلك فأنا متأكد من صحتها، لكن الكتب مش موجودة معايا، فبقول اللي أنا حفظه حتى لو كان مرسلا وهو عند أهل العلم ثابت. فقبل عمر خبر عبد الرحمن بن عوف في المجوس فأخذ منهم وهو يتلو القرآن من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، ويقرأوا القرآن بقتال الكافرين حتى يسلموا، وهو لا يعرف فيهم عن النبي شيئا وهم عنده من الكافرين غير أهل الكتاب، فقبل خبر عبد الرحمن في المجوس عن النبي فاتبعه. وهذا استدلال الشافعي على أن الجزية لا تقبل إلا من أهل الكتاب والمجوس، لأن الآية حتى يسلموا فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. الشافعي يرى أن هذا الذي دفع عمر إلى أن يتوقف، ولكن الحقيقة أن أخذ الجزية من مجوس هجر دليل على أخذها من سائر المشركين، وقد علمنا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث خصال فأيتهن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ذكر له الإسلام والهجرة، الإسلام والبقاء في ديارهم مع جران أحكام الإسلام عليهم، أو البقاء على الكفر مع دفع الجزية. قال فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، وهذا عام، لذلك قلنا به رغم أن عمر توقف، دل ذلك على أنه كان اشتبه عليه الأمر أولا حتى علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر فاتبع الخبر. وحديث بجالة موصول قد أدرك عمر بن الخطاب رجلا وكان كاتبا لبعض ولاته، اللي هو قال لم يكن عمر أخذ الجزية حتى أخبره عبد الرحمن أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر. فإن قال قائل قد طلب عمر مع رجل أخبره خبرا آخر، قيل له لا يطلب عمر مع رجل أخبره آخر إلا على أحد ثلاث معان. في أحاديث وردت أن عمر كان ما بيرضاش يقبل خبر الواحد لغاية ما يجيب له واحد إيه معاه، في الحقيقة مش في كل الأحاديث كان بيعمل كده، بيقول في ثلاث أسباب كان عمر رضي عنه بيعمل الحكاية دي فيها في بعض الأوقات. يقول إما أن يحتاط فيكون وإن كانت الحجة تثبت بخبر الواحد فخبر اثنين أكثر وهو لا يزيدها إلا ثبوتا، وقد رأيت ممن أثبت خبر الواحد من يطلب معه خبرا ثانيا ويكون في يده السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم من خمس وجوه، فيحدث بسادس فيكتبه، لأن الأخبار كلما تواترت وتظاهرت كان أثبت للحجة وأطيب لنفس السامع. يعني يقول ده على سبيل الاحتياط لا على سبيل الإلزام. يقول وقد رأيت من الحكام من يثبت عنده الشاهدان العدلان والثلاثة فيقول للمشهود له زدني شهودا، وإنما يريد بذلك أن يكون أطيب لنفسه، ولو لم يزده المشهود له على شاهدين
لحكم له بهما، بس يريد أن يطمئن أكثر. يقول: ويحتمل أن يكون لم يعرف المخبر فيقف عن خبره حتى يأتي مخبر يعرفه. يعني بيقول أن الكلام ده كان يكون بعض المخبرين غير العدول أو غير المعروفين، مجهول الحال بالنسبة له. يقول: وهكذا ممن أخبر ممن لا يعرف لم يقبل خبره، ولا يقبل الخبر إلا عن معروف بالاستئهال له، أن يكون أهلا له لأن يقبل خبره. ويحتمل أن يكون المخبر له غير مقبول القول عنده فيرد خبره حتى يرد غيره ممن يقبل قوله. ثلاث معاني: واحد إن هو يكون احتياط، المعنى الثاني رواية عن مجهول، الرواية النوع الثالث رواية عن ضعيف مردود الرواية، فعايز واحد يشهد معاه. فإن قال قائل: فإلى أي المعاني ذهب عندكم عمر؟ قلنا: أما في خبر أبي موسى فإلى الاحتياط، لأن أبا موسى ثقة أمين عنده إن شاء الله. فإن قال قائل: ما دل على ذلك؟ قلنا: قد رواه مالك وأنس عن ربيعة عن غير واحد من علمائهم حديث أبي موسى، وأن عمر قال لأبي موسى: أما إني لم أتهمك، ولكني خشيت أن يتقول الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو قصة الاستئذان ثلاث، فإن أذن وإلا فرجع. طلب معه شاهد أبي رضي الله عنه، أرسل أصغر الأنصار وكان أبا سعيد الخدري لكي يعضد أبا موسى في هذا الخبر، وأكد عمر أنه لم يتهم أبا موسى وإنما أراد أن يكون الناس فيه على تثبت. قال: فإن قال هذا منقطع فالحجة فيه ثابتة، لأنه لا يجوز على إمام في الدين عمر ولا غيره أن يقبل خبر الواحد مرة، وقبوله له لا يكون إلا بما تقوم به الحجة عنده ثم يرد مثله أخرى، ولا يجوز هذا على عالم عاقل أبدا، ولا يجوز على حاكم أن يقضي بشاهدين مرة ويمنع بهما أخرى إلا من جهة جرحهما أو الجهالة بعدلهما، وعمر غاية في العلم والعقل والأمانة والفضل. إنه قبل أخبار الآحاد دون ثان معه زي عبد الرحمن بن عوف في خبر الطاعون، وخبر مالك ابن النابغة في جزية في مالك بن عوف في غرة في القضاء بغرة في الجنين، وخبر عبد الرحمن بن عوف أيضا في أخذ الجزية من مجوس هاجر. ثم بعد ذلك أذكر الدلالة من كتاب الله على قبول خبر الواحد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.